السلام عليكم. بعدنا نخوض في ملف المخدرات. الإجراءات الحكومية مستمرة، حملات إعلامية مستمرة، أعداد تدخل إلى السجون بكثافة أيضا مستمرة. أيضا هذا الأسبوع كان لي زيارة إلى دائرة الإصلاح العراقية وإلى سجن الرصافة الأولى. الطاقة الاستيعابية تقريبا 400، عدد النزلاء تقريبا 650، وهذا يجري على الرصافات الخامسة وغيرها وأيضا على السجون المتوزعة في المحافظات. الاكتظاظ في السجون مستمر رغم كل الإجراءات اللي نتحدث عنها، رغم كل المساعي اللي نتحدث بها، ولكن بعدنا نشكو من قضية كثرة الأعداد والنزلاء. هذا دليل بأن أكو عمليات إلقاء قبض، ولكن أكو عدم جدية في الجانب الآخر. سبق وقلنا ما يصير نحمل فقط الحكومة والجهات المسؤولة على الملف الأمني وغيره في قضية المخدرات والجرائم اللي تجري، لأن قلنا دائما هناك انحدار كبير في قضية الجانب الأخلاقي والاجتماعي، ولا هذه الأمور الدخيلة شنو اللي خلاها تتعمق وتوصل إلى هذه المرحلة. على سبيل المثال اليوم أنا أخذت عينتين، مواليد 2000، مواليد 2000، ويقول لك أنا من سنة 2017 أتاجر بالمخدرات. تخيلوا حجم الكارثة، يعني بأي عمر 16-17 سنة وتجارة يعني بالكيلوات، توصل له من محافظة ميسان، وهو كان في ميسان ومن ثم أصبح مورد في بغداد ويشتغل في بغداد. يجوز هو أيام بغادر السجن، بس نجحنا في إصلاحه، تهيئته نفسيا حتى يواجه المجتمع من جديد. وأيضا عندي حالة أخرى لشاب طلع إلى الشارع وحاول أن يواجه الحياة، بالمقابل هناك أصدقاء السوء، تعودت على هذه العبارة، معظمهم يقول تورطنا بسبب أصدقاء السوء. التجربة لأول مرة بأن يعطى الحشيش أو غيرها من هذه الأمور راح تؤدي إلى الهاوية. هذا الملف نناقش اليوم أيضا مع ضيوف في برنامج مدان خلف القضبان. يعزو المختصون تعاطي المخدرات إلى الأسباب التالية: أولاً ضعف الوازع الديني لدى الكثير من المتعاطين، ثانياً زراعة الحشيش بأنواعها كافة في بعض المدن العراقية، ثالثاً عدم الاستقرار السياسي وانعكاسه على حياة الفرد والمجتمع، رابعاً فقدان السيطرة على المنافذ الحدودية رغم الجهود المكثفة للقبض على تجار المخدرات ومصادرة كميات كبيرة منها، خامساً تنامي المشاكل الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، سادساً عدم وجود توعية ثقافية كافية سواء أكانت إعلامية أم دينية أم حتى تربوية لبيان خطورة المخدرات على حياة الإنسان ومستقبله، سابعاً التفكك الأسري وبالذات في العوائل الفقيرة التي لا تجد قوت يومها، ثامناً رفاق السوء في المدرسة والعمل والمناطق السكنية المكتظة بالسكان. ترار وأحمد،
شلعت قلوبنا. الشباب اللي بعمركم اكثر ناس اليوم يتعاطون مخدرات. نعم. مو تعرفون بالقصه شفتوها بالسجون. نعم نعم. مواليد 99 2000 مو 2001 و2 هاي اخطر شيء. نعم. زين. قرار شنو اللي وداك لهذا الدرب؟ هو السوق. ربع السوق. سلطان السوق. شنو يطلع لنا شغله شغله اروح وارجع المصور. تعرفت على كم واحد. شنو شغلتك بالاصل؟ بيع ورد. بيع ورد؟ نعم. زين. هاي شايفهم بتربك لايتات؟ ايه ورد ابيع. نعم. واحد متزوج صار له 20 سنه يقول اعطيها لحبيبتك. مو لا لا؟ نعم. ايه؟ ايه ثقه والتقيت وياهم صادقتهم. ما كنت اعرف هذا الشيء شنو قدامي بس ما اعرف هذا الشيء ذا. قعدنا بيد هو بيد صديق هذا اللي تعرف عليه يدخني يشربه. من قعدنا قعدت وياهم طلعوا كريستال هو حتى ما اعرف والله شنو هذا شنو شو علي النرجيله ربتلوني هاي النرجيله. ايه شو ما كلش نرجيله يعني شيء وايد شايف بس ما كلش نرجيله. لا لا وما عليه خاف يشرب من لا ماي اشرب فيهم لا ماي زاد الذوق انت وما يخاف والله شربت لي نفسي ثلاثه من عندي دخلني ايه راسي نمل والله بس سلطنت. ايه ايه طرت بالجو طرت بالجو. ايه شنو شنو هذا شنو ما ترى هاي مخدرات كريستال كريستال. قلت لهم فيها هاي كانوا يقولوا لي نجيب احنا بورقه وبورقتين. قلت لهم غالي هذا عاد شوي نجيب هجه شوي نجيب العدل ما يبغى العدل هواي بسرعه يخلص. قالوا لي شو تسوي العدل والله خلف من عندهم مرتين ثلاثه بعدين قاموا اشتريت من عندهم ب 40 30 اخذت لهم كانوا نص غرام مو غرام كامل نص يبيعوا لي اياه. شو ايش ما كنت تاخذ من عندهم ب 15 ولا 20 اي دخلته وجيت هذا المكان اذيت اهلي اذيت امي انا وين اذيت امي حيل اذيت والله ضيع ضيع منعت علي شوفت ابني بنتي شوفت زوجتين انت مواليد 2000؟ 2000 نعم 2000 متزوج؟ نعم عندك اطفال اثنين؟ اثنين عندي قد عمرك وزوجة؟ تقريبا 18 سنة. زين على شنو اعتمدت؟ شغلك هو هذا مال الولد ولا غير شيء؟ لا لا كنت اشتغل منقذ انا منقذ. منقذ وين؟ بالمسبح. بالمسبح؟ نعم. ايه؟ ايه كان راسي خير من الله. ايه بعدين صارت مشاكل بطلت ورحت المنصورة اشتغل كنت ابيع ورد. زين بيع ربح هاي بيع الولد ولا لا؟ خير من الله الحمد لله. زين خير من الله. شو وداك هذا من هو صديق السوق؟ ربعي. ربعك من ضمن هذا الاختصاص بالشغل؟ نعم نعم نعم. هم هذول يفترون بالترافيك وغيره؟ اي نعم. هذا فوق ما هو بالحار وبالبرد وهنا ويتحمل حكايه الناس ياخذني يروح يشرب به المخدرات. هو حتى يعني ما يروحون لاهاليته مو من بغداد ولا يعني محافظات. ايه. واحد انا اعترفت علي بيته بكربلاء. ايه. ايه. والثاني بيته بش اسمها؟ هاي اللي جاي من البصره. سماوه؟ اي منطقه ناصريه. اي ما يروحون لاهاليته حتى يباتون هناك في الشارع. نعم. هذا دخل. الحقيقه بانه عاده هي الجهات المستهدفه بموضوع المخدرات كتعاطي والتجار هي فئة الشباب، لأنه هذه الفئة عادة هي الأكثر فعالية الأكثر نشاطا لسببين. السبب الأول بأنه يعني لأنهم نشطين وبالتالي هم ممكن يعني يتحرك ويروح ويجي ويبتكر أو يكتشف طرق معينة للتعاطي أو حتى للاتجار، وبالتالي هو يعني أداة الحراك الرئيسية لهذا الموضوع. والنقطة الثانية بأنه عادة ما يتم الترويج إلى يعني تعاطي المخدرات لغايات عادة تكون الغاية منها هو الإساءة أو تدمير مجتمع معين. فأنت من تدمر هذه الفئة الفاعلة النشطة اللي هي يعني أداة ومحرك المستقبل كله، أنت عطلت بهيك حالة القدرة العاملة الحالية والإبداعية المستقبلية. يعني ذو لازم ينتجوا للمستقبل اللي هو يقوم بعمليات الغاية منها هو تحقيق خطوات باتجاه المستقبل،
مبدعين، منتجين، فنانين، تجار، علماء وغيرها، فأنت لي قدام دمرت هذه البنية التحتية لأفراد هذا المجتمع، وبالتالي هنا صار الاستهداف لهالفئة هاي اللي هم الشباب اللي يريد يسوي ويريد يجرب. يعني المشكلة بأنه التجريب هو تجريب سلبي أو إيجابي، أنا أريد أشوف هاي الشغلة شو تسوي، فيدخل بيها وعنده الاندفاع اللازم، ولكن ما عنده العقلية الكافية لاكتشاف نتائج هذا الفعل، فيقدم على هذا الموضوع. أحمد، نعم. أنت إيش قد مواليد؟ 99. إحنا قلنا هذا إن الأعمار خطيرة، مو بهذه السالفة؟ كله 2099 دا أشوفهم. نعم. أنت سولف لنا شو وصلك لهنا؟ مخدرات. تعلمت على المخدرات، تعلمت إذا قاعد بالأمارة. علي لي صوتك. إذا قاعد بالأمارة. زين. تعلمت على جماعة ناخذ دعم له المخدرات. من ناخذ على 2013. يعني أنت من أصل ساكن العمارة؟ أنا أنت ملاسس ساكن العمارة. زين. بس أنت حالياً ببغداد. بغداد. زمت ببغداد. ببغداد. إيه. شيل من أي عمر تعلمت؟ تعلمت أنا في مدور دبون سيباق مال كريستال. هو يعني كمية هواي. كنت ما أعرف هاكل ودي يجي ودي يجي. أشوفهم قاعدين بغرفة يدخلون هاي بس إنه هذا يا ما شاء الله تعال سب من عدي ترين بلا خلنا نشوفه سرت سرت من عدي سويس وهذا أما كريستال ما يخليك تنام مخدرات ما يخليك تنام في سهر ثلاث أيام أربعة أيام تعلمت هاي قبل كم سنة؟ قبل 2017 هسه انت بمواليدك 99 يعني عمرك 24 سنه مو لا لا نعم نشيل من عندها 7 سنين يعني ايش قد كان عمرك 20 سنه يا 20 سنه وينك 20 سنه كان عمرك 16 سنه مو لا لا وعلموك تعلموا زين ضليت بالعماره انت تتعاطى ضليت بالعماره تعاطى ضليت تعاطى بالعماره كان ما حد يعرف لا انت عندك القاقة السابقه يعني لازمك سابقه لا لا هم سجنت يا سلام احنا بالعياده فريق متكامل من اختصاصي بالعلاج النفسي غير الدوائي وطبيب نفسي مختص لان المدمن خاصه اذا يعني وصل الى مراحل يعني خلينا نقول عميقه بالادمان يحتاج بدايه الى علاج دوائي حتى نسحب الماده الكيميائيه من المتعاطي التي يعني ادمن عليها وهذا من اختصاص الطبيب النفسي بعد هذه الفتره اللي تمتد الى اسبوعين مرات الى شهر يجي يخضع للعلاج النفسي غير الدوائي اللي هو نعمل على اعاده تاهيله على اعاده ادماجه في المجتمع على منع الانتكاسه او العوده للادمان وهذه كلها يمكن يعني تتوسع الى انه يصير علاج اسري لانه وجدنا الكثير من حالات الادمان يعني تتوزع اسبابها بين اسباب اسريه التفكك الاسري المشاكل المشكلات بين الاب والام وعدم انتباههم ل يعني ابنائهم او عدم مراقبتهم او عدم احيانا حتى حمايتهم من الاستهداف سواء الاستهداف الالكتروني اللي يتم الان اصبح يعني وسيله جديده للاستهداف عن طريق وسائل التواصل او الاستهداف المجتمعي اللي يصير نتيجه لاقران السوء وغيرهم. ايضا لقينا ان هناك اسباب بيئيه، يعني الاسباب البيئيه اللي تتعلق بظروف المجتمع سواء كانت اقتصاديه سواء كانت اجتماعيه، ولقينا انه عامل البطاله واوقات الفراغ ومن الأسباب الشديدة وتكاد تكون تحتل الأسباب الرئيسية ضمن التصنيف البيئي فضلا عن أن هناك أسباب شخصية تعود للشخص المتعاطي نفسه لأنه هناك ما يسمى في علم النفس بالشخصية الإدمانية وهي شخصية مهيئة للإدمان بها علامات وبها مؤشرات لذلك من تنتبه العائلة أنه الطفل عنده توجه إدماني والإدمان قد لا يكون على المخدرات ممكن قياسه على إدمان لعبة معينة ممكن قياسه على إدمان وسائل تواصل وغيره من أنواع الإدمان هذه الشخصيات تكون مهيئة للإدمان لذلك هي الأكثر استهدافا ووقوعا في فخ الإدمان إذا ما انتبهنا إلى هذه الشخصيات وبدأنا بعلاجها مبكرا أو بتخفيف سمات المهيئة للإدمان لديها
بالتأكيد راح نجنب فئة كبيرة وعدد كبير من الأفراد للوقوع من الوقوع في فخ الإدمان. تعاطي لو تجارة؟ تعاطي. إيه؟ إيه. الحكم 69. وين سجنت؟ أنا جيت منها. سجنت بالعمارة. بالعمارة. كم شهر؟ 6 أشهر. 6 أشهر. نعم. ما تعاطت؟ بس 6 أشهر غرامة هاي كملت ورجعت من تعاطي مخدرات. زين ليش رجعت؟ تعلمت علي. تعلمت علي إدمان ومخدرات. زين ما دخلت على المصحة شيء؟ لا. مو هيك تقول لي يعني معناها كان بالسجن يدخل لي مخدرات. هذا أيه. تقول انا مدمن عليها. نعم. ضليت تتعاطى بالسجن هناك ولا بالعمارة ولا شنو؟ بالعمارة هو موجود هناك بالعمارة. موجود. موجود حتى بالسجن؟ أيه. هو الحقيقة بأنه إرجاع يعني موضوع المخدرات إلى عامل واحد موضوع بمشكلة، يعني ليس من المنطقي ليس من العقلاني أن ترجع الموضوع المخدرات التعاطي أو التجار لعامل واحد، هذا خطأ جسيم جدا. يعني مجموعة عوامل تجتمع لها علاقة بطبيعة المؤسسات، طبيعة الثقافة، طبيعة التربية، طبيعة الجماعة اللي يخلط بها أفراد المجتمع، طبيعة البيئة المحيطة، يعني جيرانك منه، جيرانك على مستوى الشخص وجيرانك على مستوى الدول، منو ذولا، شو يريدون منك، شنو طبيعة علاقتك بيهم، شنو أهدافهم داخل مجتمعك ودولتك، أنت شنو طبيعة علاقتك بدول الناس وشنو قدرتك على تأثر بيهم. تعرف أكو تأثير ثقافي، أكو تأثير اقتصادي، أكو تأثير سياسي، شنو التأثير المتبادل بيناتكم. فكل هاي العوامل تجتمع، ولا تستطيع جهة واحدة فقط أن تحقق تأثيرا سلبا أو إيجابا بدون وجود الإسناد من المؤسسات الأخرى، من الجهات الأخرى، لأن هي عملية متكاملة. وتعرف حضرتك بأنه موضوع المخدرات عادة يعتبر من الجرائم المنظمة اللي تشترك بها مجموعة دول، ماكو فقط داخل إطار مجتمع أو دولة واحدة، وإنما عادة يصير عابر للدول، عابر للحدود يعني. وبالتالي راح يصير هنا العملية هي عملية، أول شيء عملية تراكمية، شيء يؤدي إلى شيء آخر، وبالتالي تزيد فعالية ووجود هذه المشكلة حقيقة، لأن هي مو ظاهرة، هاي المشكلة داخل المجتمع. والنقطة الأخرى بأنه يصير يعني عندما يكون ترويج إلها على أساس أنها ثقافة، شيء طبيعي جدا أكو بعض المجتمعات ومرد نسمي تعاطي بعض أنواع المخدرات جزء من ثقافته، يعني من يتناول الصبح فد نوع معين من المخدر، أو يخلون مخدر بداخل فمهم لفترة زمنية طويلة، والكل شوف الكبار والصغار النساء والرجال خلي هنا يعتبروا فشي طبيعي، يعني هذا هو نوع من أنواع المخدرات، والآخرين يقتبسون من عندهم، خاصة إذا كان يحقق فد هدف معين غير محسوب النتائج. يعني أنا أشوف دول الناس يسوون ما حد يحكي وياهم، عادية وطبيعية وإن شاء الله مقبولة، وسويتها مرة وارتاحت لها أنا، ليش ما أكررها مرة ثانية وثالثة؟ لأن سجن المتابع، سجن المتابع تابع للعمارة. أفتهمك أي. سجن مركز الشرطة، مركز الشرطة دائرة الإصلاح لا لا مو إصلاح، مركز الشرطة، مركز الشرطة ما يوجدنا إصلاح، محكمة تسري بقون المكتب. ها بقيت أي. هناك زين، ويجيبوا لك يقدموا لك يجيبوني. هذا تصريح خطير دير بالك. ايوه ها هو ابن عمي كان يجيب لك انت بالسجن تتعاطى. لا عليه ساجنيك، عليه ساجنيك، لا هم قدر خلوك برا تتعاطى. المهم طلع كمل اي كان ما عاد يعرف لا لا الحكومه لا ما عاد يعرف، وانا جيب من عمان ايش بقدر. تعرفت على جماعه هم جماعه مدخنين اي كانوا يشتروا من ادي 100 150 200 يشتروا من عندك؟ اي تمين تجيبه؟ تمين تجيبه؟ تجيبه من العمارة. من العمارة؟ لا هسه تحكي بعد هالحالة بالعمارة لو جيت البغداد؟ من طلعت من سجن ايه؟ رجعت البغداد. البغداد جيت؟ ايه؟ نعم. زين مين قومت توصل لك البضاعة؟ أول مرة تجيبه أنا. زين ويش ايه؟ التليفون دام يجيبه العبر المياه نص كيلو ربع كيلو. هي المشكلة أنه المشكلة يعني أعتبرها مشكلة مجتمعية، هي الوصمة التي تتعلق بالمرض النفسي أو الإدمان، يعني خصوصا عندما يصبح الشخص مدمنا ويشيع الخبر بين الأفراد، بين الجيران، بين يعني أفراد المجتمع، تصبح أشبه بالوصمة الاجتماعية على هذا الشخص، تؤثر عليه مستقبلا، وتؤثر على ثقته بنفسه، وتؤثر حتى على إمكانية أن يمارس عمل معين أو يرجع يندمج بالمجتمع. هذه تصير مهمتنا، إعادة ثقته بنفسه، تخليص أو تخفيف هذه الوصمة الاجتماعية، فضلا عن أن العلاج يمكن أن يمتد إلى الأسرة في كيفية التعامل معه، الأسر اللي كانت مهملة لأبنائها
أو أحيانا تمارس الحماية الزائدة، الأمر الذي يجعل الابن وخاصة فئة المراهقة ممكن يتعلق بأقران السوء اللي يعني يجروا لهذه الطرق. وبالتالي العلاج شامل، علاج شامل. احنا ويانا باحثين اجتماعيين ممكن يتعدى دورهم الى الأسرة ونعلمهم طرائق التعامل مع العائد من الإدمان او المتشافي او المتعافي من التعاطي او من الإدمان. وهي مسؤولية اجتماعية، يعني ممكن تشترك بها المؤسسات التربوية، تشترك بها المؤسسات الإعلامية. ولذلك احنا في كثير من الأحيان نشوف الحملات اللي يعني تحاول أن تكافح ظاهرة المخدرات أو تعالجها هي في كثير من الأحيان حملات منقوصة، ينقصها الجانب النفسي. وبالتالي احنا نركز على المؤتمرات، نركز على الندوات، واللي في كثير من الأحيان يعني لا تؤدي الفائدة المرجوة مثل ما تعمل على الواقع، مثل ما تستهدف الفئة وجها لوجه، تستهدف المدمن وجها لوجه. لذلك المسؤولية تشاركية، ويشكل أعتقد يعني الإعلام هو الوسيلة الرئيسية فيها. ضل تبيع هذا ياخذ من 100 و150 هاي تبادل هاي ترى السيارة، بعدين ضل استلم الدراجات، أي دراجة تشوفنا نرجع عليه سلمها ناخذه المدينة سافر السن بقى جديدة مشي بالأبويدي تعلم حد ما لجمعت 2019. زين اللي تعلمت وياك عصابة كاملة انتو لو اللي احنا سبعة سبعة يعني بالتهديد تاخذوا تبقون الدراجة؟ لا ناخذ الدراجة احنا ثلاثة اصحاب، ثلاثة ناخذ الدراجة. ايه واحد يسوق واحد لورا واحد ينزل علي. زين ايش قد بايقين قبل ما تلزم؟ تقريبا دراجات هواي. تبيعوها تفسيخ ولا شنو؟ لا لا نبيع ناخذ المبيعين نجيب مخدرات. بهالحالة صار عندك ثروة انت؟ هواي. شو صار عندك فلوس؟ هواي صار عندك تقريبا 5 مليون 6 مليون. يا هواي قليلة هاي وينك؟ ها؟ بس هذه اللي اكثر عندك؟ يعني مخدرات مخدرات هواي صار عندي حتى وصلت 14 مليون. زين. بيعمل ايه اللي زمت؟ عملية المخدرات طبونا نجيب. يعني كانك مخبر لو شنو؟ مزر يعني انسان مزر طبوا علينا بالكفاء طبوا علينا البيت يعني بني. مصدر اللي يخبر عنكم؟ نعم نعم. احنا بتاعنا اربع نفرات كمتونا لقوا عندنا 3 كيلوات. 3 كيلوات؟ نعم. خذ نفس خلينا نرجع القرار. نصت المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات على يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد على 30 مليون دينار كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولاً حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن جدول رقم 1 من هذا القانون، أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثانياً، قدم للتعاطي مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو أسهم أو شجع على تعاطيها في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثالثاً، أجيز له حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم 1، 2، 3 لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافاً لذلك الغرض. رابعاً، أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية. خامساً، أغوى حدثاً أو شجع زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية. أي كرر؟ من بايع ورد؟
الى محكوم على الماده 32 مو انت تعاطي نعم بس تعاطي ايش كم ايش قصر لك هسه هنا؟ انا تقريبا سنه انت ايش قد محكوم؟ سنتين يزوروك اهلك لو لا؟ مو دانا مو يعني يوم اطفالك صار لك جد ما شايفهم؟ صلي هواي صلي هواي ايش عندك ولد بنيه؟ ولد وبنيه ولد ابنه يعني ايش قصه لك انت هسه سنه خلال سنه ما شايفهم ابد ما جاوب؟ بس مره واحده جاوب امي جابته لان هم ما تقدر مره كبيره العلاقه ويا الزوجه خربت لو لا لا الحمد لله لا لا موجوده زين موجودة الحمد لله صابره قاعد تنتظرك شو اسمه؟ اي نعم زين ليش رحت لهذا الدرب؟ ها؟ طايش ما عرفت هيك يعني طايش هيك مكان ليش؟ يعني تدري احنا بالاعلام وبالسوشيال ميديا وغيرها ايش قد نطلع العقوبه القانونيه ونقول ياكل سنتين وثلاثه وخمسه مو لو لا نقول هذا راح يدمر اسرته كنا كلها نقولها ومن السنين احنا نشتغل على هذا الموضوع معقوله ما فد يوم طلع قدامك بين يقول لك هذا غلط وهذا صح؟ ما جاء واحد يصحيح ما جاء واحد يصحيح انا بس اخوي والله ما مشيت شايف ايش قال لك اخوك؟ قال له العب يعني ما كوني يوم صورة إلي مباشرة يعني مخدرات التدخن وهاي قالوا لي قالوا لي تمشي يا معروفه قالوا مو زينين قالوا لي هيك وقايل لهم يعني جماعة أخوي قايل لهم كان أخوي إيه قالوا مو زينين قايل لي دخنوا مخدرات ذولا وكرار يمشوا وياهم يروحون يطلعون كلام من دار يرجع هم يدخن مخدرات قالوا لي مو شافوني قالوا مو صغير أنت يعني انضرب في وفشي ما راح يسوي نصيحه خويه صارت اي مو حتى لو ضرب ماكو شيء راح يزيد ولا يعني قلته قال نحكي لك حكي حكوا وياي وقعدوا يعني هواي ماكو فايده ظليت من وراهم امشي وياهم واشتري من عندهم الغير دي يسوي هذا يعني بالاضافه لانه احنا تعرف خاصه شباب يتاثرون الان بالمحيط بشكل كبير جدا العالم منفتح الان انت تدخل على السوشيال ميديا كل شيء تلقى بيها وين ما تريد توصل وهو كل شيء سلاح ذو حدين يعني ممكن يفيدك وممكن يضرك الشباب يبحثون عما يحقق اللذة الآنية تعرف يعني ما بدي احكي بنظريات بس أساس حياة الإنسان هي اللذة والألم فالناس دائما تبحث عن اللذة فمن يلقى اللذة بهذا الموضوع يميل له بشكل أكبر وخاصة إذا كان بالبداية سهل تعرف ذول أنا ليش قلت لك دولية وبيها مؤسسات ومبالغ ضخمة عملاقة اللي تنصرف بهذا الموضوع ممكن أنه ينطل عدد كبير جدا من الناس بأسعار رمزية أو حتى مجانا هاك جرب ومن يجرب ويشوفها بأنه يعني تحقق الشيء اللي يريده يكرر مرتين وثلاثة وبعدين يقوم كل شيء يسوي على مود يحصل عليها هنا الأسرة لأنه تعرف هسه الشخص ممكن أنه يقعد ويا أهله بس ماكو علاقة مباشرة بينه وبين أهله علاقته بالموبايل أو باللابتوب أو بغيرها أكبر من علاقته بأهله يعني شايف أحيانا أبنائنا نحكي وياه ما يجاوب ورا شوية الله يجاوبك ليش لأنه التركيز بالوسائل التواصل الاجتماعي أعلى بها قدرة أكثر لأنه حقق جاذبيتها وقدرتها على التأثير أكبر وبالتالي هنا راح يصير في التأثير أكبر الأسرة تفقد يعني تأثيرها الأول مع العلم كانت الأسرة هي من أقوى وأول الجماعات المؤثرة على تربية الطفل وتنشئته بطريقة معينة الآن مع الأسف أصبحت الأقل تأثيرا لأسباب كثيرة العامل الاقتصادي واحد من عدها بالإضافة إلى العامل المعرفي عندما تكون الأسرة متخلفة من الناحية المعرفية ما يعرف شنو تأثير السوشيال ميديا شنو تأثير المخدرات شنو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي شنو تأثير رفاق السوء ما يعرف شنو يتعامل وياهم لهذا اقول بانه يعني منع يعني اللي يسميه الاسره المحافظه يمنع ابنه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هذا خطا يمنع ابنه من انه يطلع حتى على الاشياء الخطا خلي اسمح له يطلع ولكن تحت المراقبه زين بهاي فتره الادمان مالتك انت ترجع للبيت يشوفوك الاهل ويشوفك زوجتك لا قصدي بذيك الفتره زين ما بين عليك ما عرفوا اني لا لا شلون ما عرفوا ما اعرفه ما يبين يعني الواحد يتعاطى ما يبين عليه شلون؟ لا لا مو انا مو اشرب هواي يعني شيء كثره اشرب شيء يعني انا قلت اذا اريد اشتري غرام اشرب من عنده 3.4 لما فحصوك لقوا عندك ادمان مو لا بالدم
تعرض قبل الحكم فحصكم؟ اخذوا لي فحص جاي وفاس وسخ يعني مو نظيف متعاطي نعم مدمن بين قوسين مدمن لا بس مو مدمن يعني ما اصلي وايد يعني ذاك يوم طفيت لا انا اقول لك والله العظيم تقريبا اصلي اربع اشهر خمسه من دخلتي فقط وكل هذا مدخنه يمكن تسع مرات من المرات اشرب هذا هو صاحب فردوس الكرادة اشتغل اشتغل ضمن مسبح مع المرديان هناك اشتغل موقف قلت لك اي جيت هو وي هذا صاحبي وي هذا صاحبي ساحت فردوس في الحديقة خابره رحنا على الولد اجي جاي بطيق شهر اللي تشيس مال هاي مال دكتور من طب الصيدلية لو فشي الابيض الصغير الطولي دوه بين شان قايم هنه وكان خالي بوقتها حشيشة سودة لونها جاي طهية جاي مكافحة علينا هذا اللي جاي هو جاي بيع الهيار جاي طيل هذا الولد هذا اللي جاي يبيع قفر وكانت أنا جاني ما قلت لك أتحرك لا لا مني والله كم شوني داخل قفر رجله ورا ما لحقه بي عفوا من قفر والله المزدى هم قال سعد قال موت اللي تبيع قال احنا ما جايين عليك تعاطف بس في الكثير انت تعاطف كثير من يتعاطف راشدين والله قلت له ما تعاطف والله العظيم اول راشدين ذبيت الكل قلت له ايوه انا سابقا قبل ما هاي انا اردت اسلم روحي حتى قلت له بدون مصحله ولا شيء يعني جت فترات يعني حتى لقيت قمت ماطب جت ايام لقيت قمت ماطب يوم ونص ماطب ما اجي لهني اظل ورا واعيش بالشارع حتى والله ضاعت ذات على روحي قلت حرامات والله العظيم قلت حرامات قلت اسلم روحي قلت اقول لامي همين والدتي انا تورطت في السالفه علمونا على السالفه ما له حد ما جت من انا دقت حقيقة هي الحالات كثيرة ومتنوعة تصل للعيادة وتشمل فئات عمرية مختلفة بعضها تعود لنتاج لأسباب أسرية وبعضها لأسباب بيئية وبعضها لأسباب شخصية تنوع الاضطرابات النفسية يعني بالتأكيد معروف للناس جميعا أنه هناك عدد كبير من الاضطرابات النفسية وهذه الاضطرابات يعني تختلف في شدتها وفي الأسباب التي أدت إليها على سبيل المثال الآن بدأت الكثير من حالات الإدمان تأتي إلى العيادة والغريب بالأمر أو الذي يثير التساؤل أن الفئات العمرية التي كانت سائدة في تعاطي المخدرات وهي فئة الشباب بدأت تهبط في مستوياتها العمرية حتى إلى مستوى الأطفال وهذا أمر خطير لأن الكثير من تجار المخدرات والمروجين بدأوا يستقطبون هذه الفئة أولا لسهولة استهدافهم لسهولة إغواءهم وبعد أن يخلوهم يصبحون متعودين على المادة المخدرة يستثمرونهم في الترويج على اعتبار أن الرقابة وأن يعني الإجراءات الأمنية ربما تتغاضى عن ملاحقة هذه الفئات العمرية وهذا أيضا يشمل النساء على سبيل المثال أنا قبل فترة إجا للعيادة طفل في الخامس ابتدائي حصرا ومدمن على مادة مخدرة وأهله جايبينه أملا في التشافي فعندما يعني تكلمت معه تبين أنه المروج يعلمه فد وسائل حتى ما ينكشف بالفحص أنه يعني اشرب مادة الخل أو غيرها يعني كنوع من أنواع التشتيت الفاحص أو تشتيت الجهاز للفحص وبالتالي أيضا عندما سألتهم لماذا لم تخبر السلطات أو قالوا نخشى من الملاحقة العشائرية لأن المروج حسب ما يعرفونه هم أنه يعني عشيرته قوية وبذلك احنا قررنا نشيل من المنطقة حتى نحافظ على ابننا هذا الأمر يعني يعمق المشكلة كثيرا إنها تمتد إلى جذور أخرى يعني فضلا عن هشاشة القانون القانون اللي كان سائد قبل 2003 كان يعاقب بالإعدام للمروج أو التاجر وكان يعاقب ب 15 سنة للمتعاطي
الآن إحنا مع تخفيف العقوبة للمتعاطي على اعتبار في كثير من الأحيان هو ضحية للتعاطي أو ضحية ظروف معينة اللي راح نتحدث عن الظروف اللي أدت به للتعاطي، لكن يجب التجديد على عقوبة المروج أو التاجر، لأنه الآن من تراجع إحصائيات وزارة الداخلية أو مجلس القضاء الأعلى يعني تتفاجأ بعدد المتاجرين الذين تم إلقاء القبض عليهم، ومع ذلك ما زالت الظاهرة رائجة وما زالت سوق المخدرات منتعش رغم الجهود الكبيرة اللي تبذلها المؤسسات الدولة. جتك الوالدة هنا؟ تعبانة. تعبانة مو؟ أنا ثلاث عمليات سويتها ما أدري. الله كريم. أنا اللي أعمل وياه اللقاء وأشوفه علامات الندم بعيونه ويبكي بصراحة أفرح، تري ليش؟ يعني معناها أكو ندم حقيقي، مو ندم إنسان يطلع ومرة ثانية يروح يتعاطى أو يتاجر. زين، فشي جيد هذه دموع الندم بالنسبة لك، أنا أشوفها إيجابية. أدعي من الله يبيت إن شاء الله، الله يفرج عنك، اخطأت وإن شاء الله يصحح الخطأ، يصحح. نصت المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين دينار ولا تزيد على 10 ملايين دينار كل من استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي. أنت أحمد، أنت شغلتك تجارة. نعم. تفرق التجارة، أنا أشوف اللي يدخل في هذا المجال يعني معناها متمسك وأكثر داخل بهذا الجانب. نعم. مو لا لا. نعم. لأن بيها استفادة مادية، مو مثل هنا القشمر ويقول لك أنا يوم ياخذ لي نفسين ثلاثة. نعم. مو لا لا. يعني أنت مشترك تدمر شباب أيضا. صحيح. مو لا لا. أنت متزوج لا لا؟ لا مو متزوج. ما متزوج. زين، وضعك بالبيت شنو؟ زين الحمد لله. يعني أخو عندك، والدك والدتك عايشين؟ أنا أبوي ميتين. ويا من عايش؟ أنا عايش ويا خالتي. ويا خالتي. ويا خالتك. أخوتي. يعني أكو أحد يسأل عليك من تروح ترجع له؟ نعم. يدورون وراك لو لا؟ زين، أنت سابقا 2017 بالسجن. نعم. مو لو لا؟ نعم. وحاليا أنت؟ بالسجن. بالسجن. شو مدورين وراك يعني؟ ما حد يدري بيك وين اصلا؟ هاي يدون يعني يدون علي، يدون مواجهات، يدون مطعم. اتهمتك بس قصدي ما حد كان يتابعك. زين؟ لان انت محكوم على 28. نعم. مو لو لا؟ نعم. يعني انت محكوم على التجاره. نعم. كم سنه؟ 8 سنوات. 8 سنوات. 8 سنوات. مالي 99. ايش قد ضيعت من حياتك يعني؟ ضيعت 5 سنوات ونص. باقي لك؟ هسه باقي 18. 18 يوم باقي. يعني انت من 2017 هنا؟ من 2019. 19. زين، يعني هاي فراش شرط اذا تحكي انت؟ فراش شرط. نعم. ايه؟ نعم. شنو مشروعك القادم؟ شغلي؟ خاف الكيلو يصير 4 كيلوات 5. اي يلا. انا اشتغل بس سايك كوستر. ايه؟ اي. من الكوسترات تشتغل من الكوسترات على المخدرات، على معسكر المخدرات ودعم تلبوبيه ومسيت بعد الدرب. سويس على الهواء والهواي عمل علينا. اشوف ماذا اشوفك انت ندمان، بس لا تطلع وتروح تكمل المسيره مالتك. نعم. بس لا تطلع وتروح تكمل المسيره مالتك مال المخدرات. لا هاي كافي اكيد؟ كافي. واللي يعلموك هذا ذولي موجودين لو ده صاروا كلهم بالسجن؟ كلهم بالسجن. كله؟ يعني صار مصدر عليكم واحد يخبر على الثاني مو؟ كل واحد صار معكم 75 واحد معكم 40. شنو 40؟ محكومين هون. يعني ايش قد محكومين؟ واحد معكم 75. شنو 75؟ 75 سنة. 75 سنة؟ ايه. ها شو مسوي هذا؟ يعني لو قال 13 كيلو من ضمن يدعم. ايه؟ لو قال 13 كيلو. 13 كيلو. ايه. ولا قبل 40 سنة؟ 40 سنة من اللي قعد 9 كيلوات حشيشة 5 كيلوات كريستال. الحكم 40 ومن عم حيدر الحكم مؤبد. قعد ميزان وكيلو. هاي هنا لو بالعمارة؟ بالعمارة. بالعمارة. هي.
والله بصراحة أنا أتألم، تدري من أسمع العمارة؟ يعني العمارة هاي المدينة العشائرية العريقة، صح هي على الحدود يمكن يدخل لها هواية، بس للأسف لحد الآن ما لقوا لها حل، وهواية من الشباب مثلك يشتغلون هيجي بالكيلوات. نعم كله 10 والخمسة والثلاثة، هاي اعتيادها. علم أنا تروح للعمارة تعلق جهال يقول تدري كريستال؟ إذا أخذك وديك يجي بالعزية بالمزار بالكحلان كذا موجود. والله بصراحة احنا نعتقد بقضية اللسان وبقضية التوجيه ما راح يشتغلون، يعني ما يفيد غير القوة وقوة القانون. صحيح مو لا لا نعم. انت كان مرة دعت لو هسه برا ايش قلت تقول لي رسائل توبة ما صدقك. لا والله توب، بس هنا خلف القضبان صار لك ايش قد؟ صار لك 5 سنين ونص ونص. زين هنا انا اقول لك ايه، من تطلع تطلع تقول انا 8 سنين راحت من عمري، مو لا لا. صحيح. كرار دموعك هي اللي جاوبت قبل قليل، بس قل لي شعورك لما كنت متعاطي وشعورك الحالي، وهاي الرسالة اللي بداخلك خرج لي اياها خلي يسمعوك الشباب. انا اقول كون ضرب مخدرات تعدهم من اي واحد يتورط استوي وذا يبيع لا يتعاطى هواي، لا تظل عبالة عبالة طاشة الدنيا دي وهاي، لان قطيرين جابوا امه ينقر نظل حصر عليه شوفت امه. انا اقول هاي بس قد ما بيبتعداتهم وصحات ان شاء الله الحكومة فتحوها. قالوا انا عادي يروح ترى ما يأذي ليس جنون هاي ابدا ابدا جنون. حاليا ممكن يروح ايه؟ واكو هاي مصحات انفتحت في بغداد والمحافظات. نعم يروح يقدم نفسه ويعترف لهم ويقول لهم راح ياخذون عينه منه ويعالجوه احسن. ماكو بها اي حكم. الاحكام هسه اختلفت، اللي تعاطى 15 سمعت هذا بال 75 سنه؟ ايه. اقول له يعني تعاطي تشرب لك هذا النفس تضيع عمرك جوا. لا حد يسال، لا عبالك هذول الربع المشيوم احنا بالسوق المشيوم ترى والله سلام سلام ما حد يدس. بالقران قلت انت جماعتي برا وايد الله شاهد من توقع بعد ولا تنتهي. واحد ده السلام بيدمي لي. انا اسال امه قلت فلان وفلان شلونهم؟ يقول لي ماسكك لا تحكي. ما حد جا سال ولا حد قال طال ايش فيك؟ لان في ثاني هناك 24 ساعه يمي. اقول له ترى هواي بتاذي على امك انت، علاقتك قويه بها هيجي. انا اذيته. بس الله يرضى علي انه اطلع اعرفه. انت جبت هنا تعالي كازات نسواني فيها بيع الظلم. رب الله عليك لا لا الكرسي فيني في ابوالي الكرسي قاعد اكل ولا اشياء. هديتها مو؟ ما تقدر اشياء هي بس هاي. هي ماكو بس هي النبغة. ابوي يتوقف كل هواي. يعني هي القدوة مالتنا. يعني هي امي هي ابوي يس. الله يفرج ان شاء الله. الله يفرج. الله يطلعها السماء مره واحده. دائما نقول يوم لا ينفع الندم. ندم ما يفيد. خساره 4 أو 5 أو 8 سنوات من عمرك او 10 سنوات ما ممكن ان تعوض. اذيتك مو مشكله. تتحملها وتدفع نتيجه اخطائك. بس اذيت الوالدين والاهل لا. الأم والأب ما يستاهلون. شفتوا يمكن الدموع الحارة رغم احنا نغطي الوجه، طبعا بالمناسبة احنا نقدر نظهر الوجوه، ولكن حتى هذا لا نعرض الى حرج اجتماعي. ما نريد نبحث في برنامجنا عن الأكشن، لا نريد نعزز من الرسالة، الرسالة الإنسانية والرسالة الاجتماعية اللي هي الأبرز والأهم، ونريد نصلح ما أفسده الآخرون. شفتوا دموع هذا الشاب اللي هو عمره 23 سنة، دموع حارة وندم، وظل معظم اللقاء يبكي. ليش؟ لأن شاف والدته في وضع مزري، وضع تعبان، وهي تجي تزوره في السجن ويقول ليش ما قصرت وياي؟ ترى معظمنا أهلنا ما قصروا ويانا. الأم والأب ما يستاهلون يتأذون بهذه الطريقة. المخدرات قاعد تهلك عوائل وأسر كاملة، لذلك تحذيرنا في كل أسبوع
بأن نراجع بيوتنا قبل أن نبحث عن الإصلاح الخارجي. أنت بعد لك إيش قد وتروح له؟ والله بعد هواي. إيش قد؟ بعد لعد 10 أشهر. إن شاء الله مو هواية. ولعل العفو أيضا يجي زين وترجع لها. زين. إن شاء الله تبرد قلبها. إن شاء الله. أنت. نعم. أبو المصايب أحمد. أبو الكيلوات. نعم. مو؟ نعم. شرفك بعمرك هو التمال واحد. يتاجر بكيلوات هسه هذا والله ها الدربه ها نسينا في الدرب تعلمنا عليه درب المعثر هذا ايوه اي عندك رساله لو من تطلع تكمل لا لا ما ما كاف ها؟ كاف والله وين بتكون اجي صورك لو بالبصره لو اجي صورك كاف بعد هاي ساعات من عبره ما كان علم الحري هاي الشارع على شباب طوب تطلع الله كريم الله كريم ان شاء الله الله يفرج عنكم ان شاء الله الله يهديك درب المخدرات حقيقه هو درب مخزي للشاب ومؤذي للاهل نعم صار لنا سنين نشتغل على هذا الموضوع كلكم مقصرين كل الشباب مقصر ما يتابع مثل هذه البرامج التوعويه زياراتنا للسجون المتكرره قلنا القانون قوي دير بالكم القانون قوي ترى من راح يلزمك ما راح يرحمك زين بس للاسف تأثركم يجوز ببعض الصفحات التافهة المحتوى التافه المحتوى الهابط ما يخليكم تتابعون مثل هذه الرسائل اللي نقدمها نعم تدري أنا يعني إيش قد إحنا هسه 4 مرات تعرض الحلقة بالعراقية لابد من أهلك صديقك أحد يقولك ما شفت هسه أنت راح أشوف هاي الدموع مالتك هذا التأثر لو أكو شاب يشوفه يقول بعد سوى بأمه زين يتوب ويروح وفاتحين لك طريقه التوبه دي يقول لك روح قدم نفسك المصحه واطلع روح ما عندي شيء وياك امين الله اهل البيت اكو يكون شباب يوعون يفهمون هذا الشيء لان هذا مو لعبه اول شيء منع حريته لبسته كل شيء يعني مو كيفه ابد وادعي ان شاء الله من الله اهل البيت الحكومه تكون بس هاي الحدود لان يضيعون حال الشباب يضمون مستقبلهم حرام ان شاء الله صوتك يوصل وان شاء الله تطلعون بامان وسلام وتكون هذا يكون هذا الدرس درس معبر ورساله وصلت ايضا دموع غاليه زين وانت حضرك مره ثانيه ابو الكيلوات زين دير بالك من هذا الدرب كافي بعد هاي يلا كافي كافي اشوفكم بالخير تصريح اثارني في الاسبوع الماضي لرئيس لجنه مكافحه المخدرات في مجلس النواب العراقي قال وجدت عدم جدية من بعض الجهات المسؤولة عن هذا الملف في معالجة ملف المخدرات طبعا هذا يثير حفيظة هواية من الناس شنو يعني عدم الجدية احنا يجينا واحد من عندنا مدفوع يجي مدفوع في سبيل ان يحقق هدف ان يعالج مثل هذه القضية المصيرية الكبيرة ولكن يصيبه نوع من الاحباط شايف مثل ما من انت لما تجي الى مرؤوسك او تجي الى ناسك او تجي الى مكان عملك ومقدم فد مشروع كبير بالاخير تحبط لان ما تم التعامل معه انا اشبه تصريح النائب بهذا الشيء انت فرحان وجاي من دفع تريد تحقق شيء بالاخير تشوف الناس ما متفاعله معك هذا اللي مصيبتنا في معظم مؤسسات الدوله احنا عن نفسنا نقول لا اكو تفاعل هسه على الأقل على المستوى الأمني على المستوى الحكومي لا أكو تفاعل بهذا الملف ما عدا المؤتمرات لا أنا أحكي على الأرض لأن لما أدخل السجون أشوف أكو عمل بالفعل أكو ناس قاعد تودع بالسجن لأن ارتكبوا الخطيئة في الخارج وبعدات كبيرة وبالخصوص في هذا الملف ملف المخدرات من هذا كله شنو اللي استفادينا من حلقة اليوم شابين مواليد 2000 ومواليد 99 واحد تاجر مخدرات واحد متعاطي مخدرات الهدف اللي يريد نوصل له شنو ما هي المؤثرات اللي أثرت بهذين الشابين بحيث وصلوا هذه المرحلة البيئة نعم البيئة لأن واحد منهم بدون أم وأب وبالتالي عايش يم أقاربه والآخر فاقد للأب ولكن هو أب لطفلتين أدى بأن أمه تنهار وتوصل هذه المرحلة رسالتنا اليوم نقول دير بالكم على أهلكم دير بالكم على الأم والأب أنتوا هذه السرطانات اللي تأخذوها نعم دتأذي روحك نعم
ده تهلك روحك، ولكن انت ده تخلي جهد للدولة، جهد لمؤسساتنا الأمنية، وأيضا ده تخلي عبء على أهلك اللي كبروا وحاولوا أن تكون انت عون لهم، زرعوك حتى تكون انت الحصاد الحقيقي لهم، ولكن انت كنت السبب أحيانا في أن تسبب لهم الأمراض بل والموت كما حدث مع واحد من هؤلاء الشباب. تظرون الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج مدان خلف القضبان.